السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله حلقة جديدة من برنامج للنقاش على قناة عدن الفضائية. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة. هل أصبح لزاما تقبل الغلاء والعيش بما تيسر له، أو تقبل المواطن هذا الغلاء والصبر على أن يصبر على فتات خبز ورشفة ماء في ظل الارتفاع في الأسعار في مختلف أسعار المواد الغذائية أو أسعار الكثير من المواد الأخرى، أم أنه غياب الدولة أو ربما معالجة الدولة لهذا الجانب وهو ارتفاع الأسعار في ظل الوضع وفي ظل الأمور والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد نتيجة الظروف الراهنة وظروف الحرب؟ اليوم في هذه الحلقة نفتش عن دور الرقابة والتفتيش والأجهزة المعنية في متابعة وتثبيت الأسعار ومتابعة المتلاعبين من التجار أو المتلاعبين بقوت المواطن. اليوم المواطن يعاني من كثير من الصعوبات، يعاني من غلاء الأسعار ويعاني من كثير من الأمور. نريد أن نتعرف عن الدور المناط بالدولة وأجهزة الرقابة والتفتيش وأيضا الجهات المختصة في عدم التلاعب بالأسعار. سنكون معكم في هذه الحلقة ولمناقشة هذا الموضوع المهم، وهذا الموضوع ليس وليد اللحظة، كل يبحث عن لقمة عيشه وكل مستاء من وضع ارتفاع الأسعار، وتعلمون أن وضع ودخل الفرد لا يكفي لتوفير سبل المعيشة من مواد غذائية ومواد أساسية أخرى متنوعة. سنكون معكم لمناقشة الموضوع بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة لمناقشة هذا الموضوع المهم الذي يشكو منه الكثير من المواطنين. معنا الآن الأستاذ أبو بكر سالم باعبيد، رئيس الغرفة التجارية عدن. مساء الخير أستاذ أبو بكر. مساء النور، أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بكم أستاذ أبو بكر على قناة عدن الفضائية. نناقش موضوع ربما ليس موضوع وليد اللحظة، هي معاناة يتجرعها المواطن منذ فترة، وخصوصا ازدادت هذه المعاناة نتيجة لوضع الحرب. بداية أستاذ أبو بكر، لو تحدثنا وتحدث المشاهدين في بداية هذا اللقاء عن دور الغرفة التجارية في عدن و صلتها بهذا الموضوع في محاربة أو متابعة هذا الوضع بالنسبة لارتفاع الأسعار. طبعا تعرفي هي غرفة عدن التجارية والصناعية من أقدم الغرف التجارية على مستوى الشرق الأوسط،
أسست سنة 1886. نعم. وعملها هو أساسي في أي بلد من العالم، في دول العالم أجمع لا يوجد توجد غرفة تجارية تأوي جميع التجار لتكون ممثلة عنهم أمام الجهات الرسمية وفي كل المحافل. نعم. طبعا الغرفة التجارية في عدن عانت كثير بعض الأحيان من أثناء الوحدة صراحة، كانت بشكل مهمش بشكل كبير جدا. الآن بدأنا نستعيد هذه الثقة بيننا وبين التجار ومع الحكومة. الحكومة الشرعية تعاونت معنا في أمور كثيرة في فيما يخص بعض الأمور التي تعرق التجارة والاستيراد. طبعا معاناة التجار من معاناة الناس، لأنه هو لأنه هم جماعة، لأنه في نفس الوقت البضاعة اللي تجي هنا هي تباع للمواطن العادي وسبب ارتفاع الأسعار وانهيار العملة، كلنا عانينا منها، كان تاجر أو مواطن. نعم. هذا الأمور بدأت تتحسن. نعم. هذا أستاذ عبي، أستاذ أبو بكر، كان في فترة ربما جاءت فترة ارتفع فيها الدولار بشكل كبير، مما تسبب أيضا لغلق التجار لبعض محلاتهم، لكن اليوم ربما تحسن الوضع عن السابق قبل فترة، ربما مقارنة بالعام الماضي أو بفترة ارتفعت فيها الأسعار بشكل جنوني، أيضا ارتفعت الأسعار في مواسم رمضان، في مواسم الأعياد، لكن السؤال الآن، يعني بعض التجار ما زال يتلاعب بهذه الأسعار. طبعا أنا لا أقدر أقول أن كل التجار يعملون على ما بعض، أنا يعني قلت بعض حسب الأصول، لأنه صعب جدا، ولا نحن نقدر نعمل كنترول ولا الدولة، لأنه صحيح. من التجار فيهم الناس المحترمين وفيهم اللي يتلاعبون بهذا الأمر، ولكن هذا شأن الدولة، الدولة اللي المفروض تردع التاجر الخاص. نحن لا نستطيع، لأن نحن مجتمع مدني، نحن نمثل القطاع الخاص، لا نقدر نجبره على عمل شيء. نعم. ولكن بعض الأشياء يعني قد تكون منطقية، أنه في ارتفاع الأسعار، يعني أنت عارفة يعني بعض الرسوم اللي تفرض على التاجر الغير رسمية وغير قانونية، هذه كلها تضاف للتكلفة. نعم. يعني أنت حاليا يعني مثلا في ميناء عدن بعض البضايع أغلى من ميناء المكلا مثلا. نعم. وهي في مناطق محررة الميناءين نفسهم. لماذا؟ لأن في هنا مثلا بعض الأتاوات، بعض المصاريف الزيادة، بعض، فكل شيء إضافي للتكلفة، وبعدين يتحملها المواطن المسكين هذا. نعم. ذكرت نقطة، نحن نريد أن تكون الأمور واضحة أمام الناس. ذكرت نقطة مهمة طبعاً. جدا، أنه قد يكون هناك اختلاف ما بين منطقة عن المنطقة الأخرى، أو محافظة عن محافظة أخرى، أو ميناء عن ميناء الآخر. نجد في عدن يعاني كثير من المواطنين صراحة من هذه المشكلة، مقارنة بمحافظات أخرى. صحيح. منها مأرب، منها المكلا، منها وغيرها من المحافظات الأخرى. يعني كيف بالإمكان حل هذه المشكلة؟ واليوم كيف بالإمكان أن تكون الدولة قادرة على حل هذه المعضلة؟ لازم يحلوها عشان يكون المنافسة شريفة. الآن أنا أكلمك ولا زالت في بعض البضايع نفس النوع ونفس البضاعة ونفس الكمية تجمرك في عدن بسعر، وفي مكلا أو في مناطق أخرى بسعر آخر، هذا خطأ. في بعض التسهيلات تتم في بعض المناطق، يجب هذه تتبع الحكومة الشرعية، يجب أن تكون ما أدفعه في عدن أدفعه في المكلا، حتى من باب المنافسة الشريفة بين التجار. لكن هذا طبعا تلك يعني عن ما كنا نعاني منه في السابق. يعني الآن أفضل كثير، لكن لا زالت لدينا هذه المشكلة، لا زالت. نعم. موجودة لنا. أستاذ أبو بكر، بحسب دراسة اقتصادية محلية، إن اتجاه الأسعار السلع يكون صعوديا دائما وبوتيرة سريعة، مما جعل معدل التضخم المحلي دائما أعلى بكثير. يعني كيف بالإمكان مواجهة هذا الخطر؟ طبعا استقرار العملة واستقرار الوضع الأمني أساسي لاستقرار البضائع واستقرار الأسعار، لأنه الآن نحن في لازلنا في وضع استثنائي، وضع يعني تشتريه اليوم بالدولار قد لا تشتريه بكرة. صحيح. فبعض التجار يعملون احتياط، يقول لك أنا الآن اشتريت بالدولار مثلا بسعر هكذا اليوم،
يعمل احتياط انه يبيع بسعر زياده خوفا انه ترتفع الاسعار اثناء فتدخل التكلفه عليه زياده. نعم. لكن لما تستقر الامور بشكل على فتره زمنيه مثلا 6 شهور سنه يحس التاجر ان هذا استقرت وان لا يوجد فيها اي اهتزازات هذه الساعه ممكن الواحد يقرر تستقر الاسعار. نعم. هذه من الناحيه، الناحيه الامنيه كمان، الناحيه تعرفي الان البضائع تخرج من الميناء احيانا تحجز في الطرق او تحجز في بعض النقاط او تطلب على الاتاوات وهذه كلها غلط. الناس تتوقع بعض الناس او بعض هذول يطلبون هذه الاتاوات ان التاجر يدفعها، التاجر ما يدفعها شيء. التاجر يضيفها للتكلفه اللي يدفعها المواطن المسكين. نحن نحاول نفهم هذا للناس، يا جماعه لا تزيدون على الناس على كاهل هذا المواطن مما هو فيه. بالعكس علينا المفروض نخفض هذه الاسعار، نخفض التكلفه، نخفض نعم خصوصا في هذه الاوضاع الصعبه الذي يمر بها كل مواطن اليوم. أيوة. مستوى الدخل مستوى الدخل تعلم استاذ ابو بكر يعني مستوى دخل الفرد في هذه المناطق صحيح. يعني صحيح. الان اللي يستلم مثلا 100,000 لا تساوي 50,000 فيما مضى والاسعار زياده الان فكيف الانسان يعمل يعني الان الظروف صعبه جدا ولكن علينا ان احنا كلنا تكون يعني تكون العمليه تبادل الثقه بين كل الاطراف، مش طرف واحد يتحمل والطرف الاخر هو يكسب، لا على الجميع ان يتحملوا، هذا بلدنا، هذا ولا يوجد بلد اخر نلجا اليه، ما معنى الا ان احنا نساعد هذا البلد ومواطنيه ان احنا نتجاوز هذه المرحله الاستثنائيه. نعم، كانت قبل فتره هناك يعني انت قلت انه لا نلوم التاجر، يعني بعض التجار ربما يتحمل تكاليف باهظة نتيجة لشراء سلعة معينة أو المواد الغذائية هذه. طيب، كانت هناك حملات للرقابة والتفتيش في الفترة الماضية، كان هناك أيضا نزول ميداني لوزير الصناعة والتجارة، كانت هناك حملات للرقابة والتفتيش يعني لمن يتلاعب بقوت المواطن وبرفع أسعار المواد الغذائية عند بعض التجار. لماذا توقفت هذه الحملات؟ هل وصلنا إلى طريق مسدود أو طريق عاجز أم ماذا؟ لا، هو أولا نحن صراحة نشكر الأخ وزير التجارة والصناعة والأخوة في وزارة الصناعة والتجارة على ما يقومون به، وهذه حدث بكثير من بعض الاختلالات في الأسعار. نعم. لكن المشكلة ليست في أننا أنا أنزل يوم يومين أو ثلاث وبعدين توقف. نعم. هي أهم شيء الاستمرارية على الرقابة أن تكون مستمرة، لأنه التاجر يحس أنه خلاص وقفت هذه الرقابة راح أضاف زيادة حق الفترة المراقبة ويحاول يعوض عليه في المرات الجاية، وهذه مشكلة أساسية. يجب أن استمرار الرقابة على هذه السلع. الآن حسب معلوماتي أن بعض التجار تم تحويلهم إلى النيابة العامة لأجل محاسبتهم، وهذا نموذج طيب لأجل حد من هذه الأسعار من هذه الاختلالات في الأسعار. نعم. يعني كفاية كل الأسعار الدولار مرتفع وهكذا، وكمان عندنا نضيف أعباء زيادة من عندنا وهذا خطأ كبير. نعم، أستاذ أبو بكر، الدور المناط الذي تقوم به الغرفة التجارية في عدن وهي من أقدم وأعرق هذه الغرف، يعني غير المهام الأخرى اللي أنت قلت أنها يعني جانب مدني أو عمل مدني، ما هو الدور الذي أيضا تقوم به الغرفة التجارية للمساهمة للتواصل مع جهاز الرقابة والتفتيش للتواصل مع الجهات المسؤولة في هذا الجانب، ما الدور؟ نحن طبعا على تواصل مع الجهات المعنية كلها وفي تعاون قوي جدا بيننا وبين الجهات المعنية. نعم. ونحن في الواقع مهام الغرفة التجارية هو متابعة المشاكل اللي يعاني منها التاجر في المواني أو في الجمارك أو في الضرائب أو بعض القوانين اللي تصدر أو تنفذ بدون مرجع قانوني، هذا نحن نتابعها هذا بشكل، وهذا مهمة الغرف التجارية. نعم. زيادة إلى أن العمل المعارض والمؤتمرات التسويق للمدينة عدن وهكذا. نعم. مع الظروف الحالية كثير من مهامنا قلت، يعني ما نقدر الان مثلا نعمل معرض او مؤتمر دولي للاستثمار في عدن بسبب الظروف الامنيه، الكهرباء، الخدمات وما شابه ذلك. نعم. ولكن لا يعني ان احنا نتخلى عن مسؤوليتنا، الان لازلنا نتواصل مع البنك الدولي، الان في علاقه ما بين القطاع الخاص
والمانحين في كثير من الامور اللي يعني اخذناها تحت في التوافق مع الدوله، والدوله تعرف احيانا تكون في عندها اشكاليه في التنفيذ، وكنا نحن نتابع مع البنوك مع البنك المركزي الدولي. نعم. والدول المانحه. طيب كثير الان في تحسن، ولكن هذا لن يلاحظ الا بعد استقرار البلد، لانه استقرار البلد شيء اساسي. طيب استاذ ابو بكر، يعني في بعض عندنا مشاكل في المعذرة أستاذ أبو بكر، يعني قبل فترة ليست بالبعيدة تم رفض البنك المركزي بكثير من بالمليارات أو يعني، وتم رفض هذا البنك المركزي لمنع انهيار أو عند في فترة جاءت فيها ستنهار العملة، يعني هل هذا ساهم سلمت وديعة من السعودية؟ نعم، هل هذا ساهم وسيساهم على مدى طويل في أنه العملة تستقر ويتم يعني عدم رفع الأسعار، أم أنه ما زالت المشكلة يعني في ظل عدم الاستقرار ستكون بهذا الوضع؟ لا، هي العملة الوديعة السعودية يعني الأخوة الأشقاء في المملكة قدموا 2 مليار مش من أجل فقط استقرار العملة، ولكن من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطن. نعم. وعملوا أسعار تفضيلية للتجار لاستيراد البضائع الأساسية، وهي الأرز والسكر والقمح والحليب والزيوت، خمس مواد أساسية. وهذا تحسن وضعها، تحسن سعرها في السوق بشكل ملاحظ، الناس كلها لاحظوا. لكن موضوع العملة يحتاج لها الدولة موارد، موارد الدولة شبه موقفة من البترول، من الغاز، من موارد الجمارك، وفي بعض المناطق ما تسلم. نعم نعم، ربما فقدنا الاتصال مع الأستاذ أبو بكر. نعم، فقدنا الاتصال مع الأستاذ أبو بكر، ربما اكتملت الصورة. جميع القنوات. نعم، ربما اكتملت الصورة للحديث عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن ارتفاع الأسعار مع الأستاذ أبو بكر السالم بعبيد رئيس الغرفة التجارية عدن. صراحة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه على سبيل المثال العاصمة المؤقتة عدن، يعني ربما قد يكون مؤسفا، لأنه ارتفاع الأسعار في مدينة مثل مدينة عدن ووضع أو دخل معدل دخل الفرد لا يتجاوز، يعني معدل المرتب الشهري له لا يتجاوز لأن يغطي شراء المواد الغذائية، فالبعض قد يأخذها ربما دينا أو بعضها يأخذها مباشرة ويدفع مقابلها يعني المال، ولكن معدل دخل الفرد أضعف بكثير من الارتفاع الجنوني للأسعار في مدينة عدن. وهذا الموضوع جاء نتيجة شكاوى من كثير من المواطنين في والأسر في محافظة عدن وبعض المحافظات المجاورة لها في ارتفاع الجنوني للأسعار. هناك كثير من المعضلات التي تواجه هذا الملف أيضا من قبل الحكومة ومن قبل وزارة الصناعة والتجارة ومن قبل الجهات المختصة، ليس فقط ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإنما احتياجات الوضع المعيشي بشكل عام من المواد الغذائية، من الغاز المنزلي، من كل هذه الأمور التي يجب النظر إليها وأن ينظر إليها الجهات المختصة بعين الاعتبار ورفع المعاناة التي يواجهها المواطن اليوم ويتحملها. سنكون معكم مشاهدينا أيضا لنأخذ رأي آخر وجانب آخر من رأي القائمين على في هذا المجال من المسؤولين والمختصين في هذا المجال، ولكن بعد هذا الفاصل. We'll be right back.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد في برنامج للنقاش. هناك معاناة يعانيها المواطنين جراء ارتفاع الأسعار وارتفاع المواد الغذائية. أدى ارتفاع الأسعار نتيجة لارتفاع الدولار نتيجة لانخفاض العملة المحلية، هذا أدى إلى تضخم في، وربما متخصصين في مجال الاقتصاد يعلمون هذا الموضوع جيدا. بعض التجار استغلوا، بعض التجار، لا نقول كل التجار، نعم بعض التجار استغلوا غياب دور الرقابة في مواجهة أيضا هذا الخطر. سيكون الآن معنا الآن الأستاذ صالح عاطف وكيل وزارة صناعة وتجارة. نعم الأستاذ علي مساء الخير. مساء النور أستاذ علي، أنت معنا على الهواء على قناة عدن الفضائية. موضوع مهم وحساس جدا يعاني منه الكثير من المواطنين، ونحن أرض ثروات وأرض يعني أرض تمتلك الكثير من الثروات والخير، وللأسف يواجه مواطنيها ويواجه شعبها الكثير من الظروف الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. برأيك أستاذ علي وأنتم وكيل وزارة الصناعة والتجارة، كيف يعني يتم النظر بعين الاعتبار بكل من يتلاعب بهذا الملف؟ تحية لك للشارع المشاهدين. الله يحييك يعطيك العافية. تحية لضيفك الكريم الشيخ أبو بكر العبيد، لعله قد أشار وألقى الضوء على أهم النقاط تتعلق بهذا الأمر. يعني نحن في وزارة الصناعة والتجارة، ونتكلم أولا على كلامك، يعني أرض الخير في باطنها، نعم يعني، لكن الآن لا يوجد لا تصدير للغاز، لا تصدير للبترول، وهذا له علاقة باستقرار العملة أو استقواء العملة، لأن العملة هي العملة الصعبة، هي الأساس، هي أم السلاح اللي يعني على ضوءها يتم التحكم في عملية إيقاع الأسعار وليس قيمة الأسعار. نحن في وزارة الصناعة والتجارة بكل ما أوتينا من إمكانيات، يعني وفقا للمتاح من الإمكانيات بالجهود، لعلها تكون هي ما تحافظ حاليا على عدم انحدار الامور الى الأسوأ. مع الوزير وزير الصناعه والتجاره، وكان موضوع رمضان وهذا موسم مهم يعني، ويشهد دائما عاده ارتفاع في الاسعار واقبال ايضا وهلع للشراء. نزل مع الوزير شخصيا، مع نائب الوزير، نحن هنا وفي كل مكاتب عموم الوزاره في محافظات محرره. نعم. في الميزان ايضا استمرت الحمله، لم نقف، احنا بعد بعيد الان في هذا الاسبوع المصرم تم تقديم، كان تجمع الى النيابه قضايا تموينيه نظرا لاخلال يعني بعض التجار بمقتضيات العمل بالقوانين السائده. نعم. نتمنى من الامور، لانه ما تلاحظون الفتره الاخيره حصل نوع من الاستقرار للعملة، والاستقرار هذا لا يأتي أكله إلا بعد استقرار يعني طويل الأمد، على الأقل أقل شيء كما أشار الشيخ أبو بكر 6 شهور. نعم. استمر أسعار العملة يعني مدة 6 شهور بشكل مستقر، هنا يأتي دور المستهلك ودور التاجر أيضا ودور الوزارة في عملية والسلطات المحلية في عملية ضبط إيقاع الأسعار على ضوء الاستقرار، لأنه عندما ينزل المرء ويبدأ يتحرك وفجأة يحصل اختلال سعري بالعملة التي هي أداة الشراء، هنا يحصل تخبط واللي نعاني منه احنا، يحصل عوائق كثيرة. لكن أيضا استقرار العملة هذا يشير إلى أنه مسألة البدء في تصدير النفط، هناك معوقات كثيرة لا يسعى الوقت لسردها. صحيح. الغاز ايضا، بقيه المنافذ، انا اقصد منافذ التصدير الاساسيه. نعم. الميناء، الموانئ، المطارات، عندما تنطلق الحركه. نعم. يكون هناك قدره، يعني يكون في طيب في صدق البضائع الصادره. نعم. التي على الاقل ولو بردها ياتي يعني معنويه. طيب يا استاذ علي، يعني كل هذه الصعوبات في
عدم توفر مثل هذه المواد الأساسية، يعني نجدها تتراكم. لماذا لا نجدها تتراكم؟ يعني لا تتصل أو لا تقترب من أسعار المواد الغذائية على الأقل، يعني قوت المواطن. يعني سنجد صعوبة في عدم توفر المشتقات النفطية، سنجد صعوبة أيضا في عدم توفر وتلاعب بأسعار مادة الغاز المنزلي وبالمواد الغذائية. لماذا نحمل كلها ارتفاع أسعار المواد الغذائية؟ لماذا لا توجد توحيد تسعيرة أو رقابة على هذا الموضوع من جانب قوت المواطن على الأقل في هذه الفترة وفي هذه الظروف الصعبة؟ سيدتي، رغم الاختلالات اللي احنا نعيها ونصها، احنا عايشين في عدن يعني العاصمة المؤقتة للبلد. نعم. رغم كل هذا الا اننا كلف بالنسبة لمسألة اسعار السلع الاساسية التي تمس ديمومة بقاء المواطن، اللي هي القمح، الدقيق. نعم، المواد الاساسية. نعم، هذه كلها تم تحديد اسعار تداول العملة المتعلقة أو المرتبطة بشراء هذه السلع مضبوطة إلى حد كبير، يعني رغم كل اللي حصل، لكن هذه السلع الأساسية أنا أؤكد يعني إحنا لا يوجد لدينا مخزون استراتيجي، نظرا لأنه عملية تستمر، يعني تأخذ نوع من أنواع الإجراء التي تقتضيه المرحلة، لكن أنا أؤكد لك أنه لا يوجد صح في المواد أو في السلع الاستهلاكية الأساسية. ايضا يعني اذا عرجنا، ما دام انت ذكرت الوقود، الان صدر قرار من دوله رئيس مجلس الوزراء دكتور معين مجلس الوزراء يعني بجعل او بتكليف المصافي انها تكون هي المستورده للوقود للسلع النفطيه، الوقود السيارات والديزل، وبالتالي كل الشركات ما فيها شركه النفط، شركه الدوله. نعم. يتم الشراء من المصافي ويتم عملية توزيعها في السوق بالشكل اللي ألفناه. نعم. لكن احنا ننتظر مزيد من الخطوات، ننتظر مزيد من الإفراجات أيضا الجانب السياسي. احنا نعيش فترة حرب يا سيدتي. نعم. لا يخطى على أحد يعني أنه جبهات الحرب نحيي جنودنا في الجبهات لاستعادة دولتنا التي يعني خطفت في غفلة من الزمن. صحيح صحيح أستاذ علي، أنا أقدر هذا الشيء وأقدر هذا الكلام. الحرب واستمراريتها. نعم. صحيح، نقدر. لا يمنع من أن الدولة تقوم بدورها الذي يتنامى يوما بعد يوم يعني. نعم. لأن المواطن يلمس ولو شيء من التغيير. نعم. الأمور أصبحت أفضل من كثير إلى حد كبير. نعم، نقدر كلامك أستاذ علي. أستاذ علي، دور وزارة الصناعة والتجارة نقدر الجهود التي تبذلها، ولكن اليوم المواطن صحيح أنه هناك ما زلنا يعني نعاني من ظروف استثنائية، من وضع حرب في الجبهات، ولكن على الأقل 3 سنوات بعد التحرير اليوم ربما وفي فترة معينة المواطن واجه حرب آخر وهي حرب اقتصادية. يعني وأنتم في وزارة الصناعة والتجارة يعني تبذلون جهودا ونقدركم على ذلك، ولكن المواطن البسيط الذي لا يتجاوز الفرد بأن يستلم 50,000 مرتب شهري والبعض أقل، لا يستطيع أن يلتزم بهذه الأسعار الباهظة لأسعار المواد الغذائية. يعني كيف بالإمكان أن تقفوا أنتم أستاذ علي صالح عاطف في وزارة الصناعة والتجارة ومعالي وزير الصناعة والتجارة بأن يكون هناك حزم لعدم التلاعب بالأسعار من قبل التجار ولتوفير المواد الغذائية الأساسية بشكل طيب وبشكل بسيط؟ جميل. الـ 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 يعني احنا نتفق اولا على ان احنا نمر بظروف استثنائيه. والشيء الاخر انه الفتره الاخيره لو 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 رجعنا قليلا، خلص انه طول الفترات الماضيه يعني من بعد تحرير عدن، انا اتكلم عن تحرير عدن، احنا انطلق تحرير اليمن كاملا من هذه الميليشيا المنفصله. هذه الميليشيا تكاد تكون عصابات كل افعالها حتى افعالها في المناطق غير المحرره التي تخضع لها تنعكس ايضا على المناطق المحرره، تنعكس على بقيه المحافظات المحرره. ايوه، احنا في الاسبوع الماضي حنا اكثر من 43 مخالفه على تجار، لم يكن يحصل هذا حتى في السنين الماضيه العاديه، كانت يتم عمليه
مداهرة وعملية إصلاح ذات بين الدولة أو بين السلطات وبين التاجر. لكن الآن الأمور منتهى الشفافية. نحاول أن نشد على يد التجار من خلال التواصل المستمر المستدين معهم، معرفة ماذا يواجهوه. نعم، على سبيل المثال حجم المرحلة ونعي جوانب القصور أيضا. نعم، على سبيل المثال أستاذ علي، على سبيل المثال أستاذ علي، عدن ثمان مديريات، يعني لو نتحدث عن عدن فقط، عدن ثمان مديريات، يعني هل هناك، يعني أكيد هناك تنسيق بينكم وما بين مدراء المديريات، وهل هناك فروع خاصة يعني للوزارة لتراقب هذا عن قرب؟ بالتأكيد بالتأكيد. احنا لم يكن بمستطاعنا ان نعمل شيء او ان ننزل او ان نكون فعالين ما لم تكن السلطات المحلية هي المنفذ وهي العون السند لنا. احنا ادواتنا هي السلطة المحلية. صحيح. السلطة المحلية المشكورة، يعني انا اتكلم عن سيد حافظ المحافظة ومدراء المديريات، وايضا بالوزارة يوجد داخل محافظة عدن يوجد في الثمان مديريات ثمانية مكاتب فروع لوزارة الصناعة والتجارة. نعم. ايضا اجدها فرصة يعني اشكرهم على الجهود، ونطلب ايضا مزيد من الجهود. ايضا الذي اريد ان اقوله، عدن ليست عدن التي كانت عدد سكانها لا يتجاوز 700 الى 800,000، بانطباع العدد اضعاف. صح، ارتفاع. قد يعني لا ابالغ اذا اقول لك انه عدد سكانها تضاعف مرتين عما قبل الحرب، وهذا يشكل عبء اخر ايضا على المدينه، نتكلم على العاصمه نفسها. صحيح. في كل الامور، سواء امور الغذاء، سواء اعتماد المحافظات المجاوره عليها، ايضا عمليه عدم تدفق وعدم مرور السلع سواء من المناطق او سواء ما بين المحافظات، هذه تعيق ايضا وتشكل عبء مضاف. نعم. لكن يعني نلمس التغيير وفقا لما نلمس التغيير من استقرار، ايضا استقرار امني تشهده عدن الان في هذه الفتره الاخيره، نشهد استقرار امني، استقرار في مجال الخدمات. صحيح. ودلت دفاع عن الدولة، ولكن هذه أشياء ملموسة. نعم، وهناك يعني كثير من الإجراءات التي قامت يعني بها. في كل الأحوال نقرر تفكيرنا أن احنا نمر بحالة استثنائية، بظروف استثنائية. الجهود صحيح التي تمثل جهود استثنائية، لكن لا تلبي يعني متطلبات المواطن الذي لا يهمه هو النتائج. يعني هذه أنا أعمل أنه في فترة مقبل ايضا من الاستقرار. نعم، وكما يعني نوه وتحدث بما يعني. نعم، وكما تحدث دولة رئيس الوزراء عندما تولى رئاسة الوزراء في بداية حديثه انه يعني يضع اولويات الاقتصاد والوضع الاستقرار المعيشي للمواطن من اولى الاولويات التي تسير عليها الحكومة. اليوم هناك كثير من الاجراءات قامت بها الحكومة وما زالت تقوم بالاجراءات في هذا الملف. نتمنى لكم التوفيق استاذ علي الصالح عاطف، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، كنت معي في برنامج النقاش، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، صعوبة جمة يواجهها المواطن البسيط نتيجة ارتفاع الأسعار، أوضاع الحرب أثرت بشكل كبير على الوضع المعيشي، ما زالت المناطق المحررة ربما يعني تعيش في وضع استثنائي، تحققت وتوفرت الكثير من المواد الأساسية للمناطق المحررة، وجهود بذلت من الحكومة وأيضا من الجهات المختصة ومن محافظي المحافظات والسلطة المحلية، جهود بذلت لتوفير الخدمات الأساسية، ولكن هناك ما يهدد ارتفاع الأسعار بانهيار العملة، وهناك تحسن في مستوى يعني العملة، وأيضا أدى ارتفاع الدولار إلى أيضا كثير من الإشكاليات الصعبة التي واجهها المواطن في تلك الفترة. حرب من نوع آخر وما يعانيها المواطن اليوم نتيجة ارتفاع الأسعار وارتفاع بعض المواد الأساسية للعيش والاستقرار المعيشي، وفي المقابل هناك إجراءات، هناك جهود تبذل في توفير وتحسين هذا الملف في المناطق المحررة. سنكون معكم بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد. هناك كثير من المسميات أدت كثير من المسميات التي تتعلق بموضوع ارتفاع الأسعار. هناك كثير من المواطنين هذا الغلاء الذي قصم ظهر المواطن البسيط، وما ارتفع ربما يقال ما ارتفع من سعر المواد الغذائية لن ينخفض، فنجد المواطن يستسلم أمام هذه الأمور. هناك الكثير من الناس أجبرتهم هذه الأوضاع على تغيير عادات الطعام، على تقليل وجبة الغذاء، كانت الغذاء وجبة الغذاء اليومية أو وجبة الغذاء الأساسية. هناك الكثير من الأمور والظروف الصعبة التي يواجهها المواطن اليوم. سنكون معكم مشاهدين أيضا لمناقشة هذا الملف مع ذوي الاختصاص أيضا في هذا المجال، وسنكون معكم. نريد أن نعرف اليوم أيضا دور وجهاز الرقابة والتفتيش له دور صراحة كبير لأن توفر هذه المواد الأساسية دون ارتفاع كثير. كما قال الأستاذ أبو بكر سالم عبيد رئيس الغرفة التجارية أنه هذا الإهمال كان لا يوجد رقابة أو تفتيش، هذا الإهمال يجعل التاجر يتهاون وربما يغالط في سعر المادة الغذائية الأساسية، كانت في مواد غذائية، كانت خضروات، كانت لحوم. اليوم الدور المناط على الجهات المختصة أيضا القائمين على وزارة الصناعة والتجارة والقائمين على الغرفة التجارية بأن يكون لهم دور فاعل، تواصلهم دائم مع الحكومة لحلحلة هذه الأمور، لأن الحكومة ليست قادرة بوحدها أن تقوم بكل هذه الإجراءات. يجب على كل القائمين في الاستقرار أو توفير المواد الغذائية والأساسية للمواطن، أكان مدير مديرية، أكان وكيل محافظة، أكان المحافظ وهو القائم بكل هذه الأعمال، أكان في محافظة عدن أو في المحافظات الجوار المحافظات المجاورة. ناهيك لو تحدثنا عن المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، نجد هذه المناطق تعاني من ارتفاع مضاعف لهذه الأسعار. هذه المحافظات وهذه المناطق التي لم تتحرر بعد والذي يقوم بتسيير أمورها الميليشيات الحوثية ما زالت أيضا تقوم برفع الأسعار. هناك أيضا المواطن الذي لا يستلم مرتب شهري يعني في هذه المحافظات ولا يستطيع توفير هذه المواد الغذائية والأساسية له، ونسأل الله أن لا يجيع أحد، وخصوصا هناك الأسر يعني المتدينة يعني تكون أقل مقدرة على شراء هذه المواد الأساسية. هناك من الأسر الفقيرة التي يعني تعاني من هذا الوضع الاقتصادي، الوطن بشكل عام يعاني من هذا الوضع الاقتصادي، ومتى ما كان الوضع الاقتصادي في بلد ما متحسن سيكون وضع ومعيشة الناس أكثر تحسنا وأكثر يعني إيجابي، ولكن للأسف ظروف البلد وظروف الوضع. ولكن على الأقل في المناطق المحررة نجد أنه في هناك تحركات وهناك جهود تبذل من قبل الحكومة، ولكن ما زالت ارتفاع الأسعار كما هي نتيجة ارتفاع العملة أو انخفاض العملة. مشاهدينا الكرام، كان سيكون معنا مسؤول من الرقابة والتفتيش يعني جهاز الرقابة والتفتيش، وكان وجوده نعم وجوده مهم في الحلقة، ولكن للأسف ربما انشغال ما نعذر الآخرين، ونتمنى أيضا من كل مسؤول على كرسي المسؤولية أن يوضح للناس، أن يخاطب للناس، أن يخفف من آلام الناس بأن يطمئنه بأنه بإذن الله ستتحسن الأمور، ونحن نبذل جهود طيبة لمعالجة أوضاع الناس أكان في الوضع المعيشي أو في أوضاع أو مجالات أخرى. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقة اليوم لبرنامج للنقاش. سنكون معكم في الحلقة القادمة، هو موضوع آخر على قناة عدن الفضائية. دمتم بخير، اللقاء.